السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو الجديد الذي سأريكم فيه اكتشاف قرية جديدة مخفية في أعالي الجبال، أو يمكن القول قبيلة مخفية في أعلى الجبال. هنا هذا هو المكان، إذا أردتم الذهاب إليها واكتشافها معي أيضا يمكنكم الذهاب إلى هذا المكان. وأنا الآن قد وصلت، ويجب أن تحملوا معكم سلاح لأنهم سوف يهاجمونكم. إذا حاولتم الدخول عني من الباب لا يمكنكم لأنهم قد قفلوا الأبواب، لذلك سوف أصعد من هنا وأدخل. كما ترون هؤلاء هم أناسها وهم عاريون تماما. لديهم أسلوب معين عليهم اتباعه وهو عدم ارتياد الثياب. ويقومون برسم الشمس والورود وكأنهم أناس طيبون، ولكنهم أشرار يريدون قتلك واحتيال لوس سانتوس والعالم. هناك العديد منهم في هذه القرية، وهذه ليست فقط القرية بل يوجد معبد في أعلى الجبل. هذا اكتشاف مبهر وعجيب في GTA 5. وها قد وصلت إلى المعبد، أو هذا ليس معبدا، يبدو وكأنه بث تلفزيوني أو إذاعة راديو. يبدو أنه لا يوجد أحد هنا. يا ليتني أعرف نوع هذا الراديو، لأن هناك حوالي 15 راديو فقط. والآن سوف أعود أدراجي وسوف أنزل من جديد. إذا لاحظتم سوف تجدون بأن هذه القرية معزولة وهي الوحيدة في الجبال لا غيرها، وهي صغيرة جدا. يوجد فقط 8 منازل فيها لا أكثر ولا أقل. انظروا انظروا، لقد عادوا وعاشوا من جديد هؤلاء الأناس الحمقى الأغبياء. لقد لقى أولئك الذين قتلتهم أنا توا. أتتذكرون لقد قتلت واحدا هنا وثلاثة هنا والآخر عندما حاول يهرب قتلته هنا. غريب والله غريب. هذا هو